هذا وبين الصحفي عبيد السهيمي الكاتب في جريدة الشرق الأوسط السعودية أبرز النقاط التي تصدرت عناوين الجلسات الأولى لمؤتمر حوار المنامة، والتي تمحورت حول ضرورة إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب الحد من التدخلات الإيرانية السافرة في دول الإقليم. كل الجلسات كانت متفقة على أن منطقة الشرق الأوسط منطقة صراعات، ويجب أن تتحول إلى التنمية وإلى الاستقرار وتنمية الأمن فيها. في الجلسة الأولى ذكر الوزير ماتيس وزير الدفاع الأمريكي أنه العمل على بناء تحالف شرق للشرق الأوسط تشارك فيه عدة دول، دول الخليج بالإضافة إلى الأردن ومصر والولايات المتحدة، تحالف ميسا نيتو عربي لمواجهة التدخلات الإيرانية. في الجلسة الثانية كان الحديث عن الدور الإيراني السلبي وعدم توازن القوى والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط ومحاولة الهيمنة. الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة كان صريحا بأنه دعم الهيمنة في منطقة الشرق الأوسط سيكون مضرا جدا بها، فإذن لابد من اتخاذ خطوات ووقف الهيمنة الإيرانية والحد من التدخلات الإيرانية في المنطقة.